أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نظهر حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الاحتفاء والاحتفال به؟ كيف نظهر حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الاحتفاء والاحتفال به؟ كيفاش نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفاش نفرح به؟ لأنه العياذ بالله في عصورنا هذه المتأخرة انقلبت مفاهيم الناس واعوج اتجاهه من ناحية الإسلام من ناحية شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا مواسم لم يعدم بها الله واحتفلوا احتفالات ليس لها علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. قال أحد الصحابة رضي الله عنه، قال: هاجر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والحديث صحيح، فوجد لنا مواسم فقال: ما هذه؟ قالوا: قلنا يا رسول الله هذه مواسم نحتفل ونلعب بها. قال: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بما هو خير منه في الأضحى، وعد الأيام أحسن منها. ما هذه الأيام؟ قال لهم: الفطر والأضحى، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الأعياد الشرعية الإسلامية اللي الإنسان لما يعيد بها ويفرح بها ويوسع على أولاده بها عنده أجر. لماذا؟ لأنها سنة الأنبياء وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استناها لنا. لذلك أي عيد من غير هذه الأعياد على سبيل الإنسان مش يأخذ الأجر ولا كذا، هذا كله مردود عليه. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومرت عليه سنوات من يوم ولد حتى مات 23 سنة هو عايش معهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد على رأس 40 سنة، تبعته هو في عمره 40 سنة، وجلس 23 سنة هو يدعي، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، أصبح 23 سنة، ضيفها على 40 سنة هي 63 سنة، هذه هي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لما عاش معهم 23 سنة من مبعث الدعوة حتى الموت صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه احتفل ولا قال نتلموا هذا النهار اللي تولد فيه، ولا هذا ربيع الأول تعالوا في 12 في ربيع الأول تعالوا نشوفوا كيفاش تولد وشوفوا كيفاش بعثت وشوفوا كذا وشوفوا كذا، لم يثبت هذا. ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى وجاء كذلك أبي بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، اللي هم الخلفاء الأربعة الرشيدون رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء لم يثبت عنهم كذلك أنهم قالوا تعالوا هذا النهار اللي تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نحتفلوا به ولا نعيدوا به ولا نديروا فيه حاجة. وكذلك
لما جاءوا كذلك الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، كيف لم يثبت كذلك أنهم احتفلوا بهذا الاحتفال اللي راه مبتدع والعياذ بالله. لما جاء القرن الرابع الهجري، منتصف القرن الرابع الهجري حوالي 450 هجرية فما فوق، بإجماع المؤرخين أن كل بدعة مضرة بالدين جاءت بعد القرن الرابع الهجري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم برأ قرون معينة، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. قال القرون مخيرة، شكون القرون مخيرة؟ هي اللي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم يعني عصر الصحابة، ثم عصر التابعين، ثم عصر تابعي التابعين، شحال من سنة هي؟ 300 سنة. كل بدعة جاءت بعد ما انتهى القرن الثالث الهجري، جاءت كل بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، احنا شوف خاصكم تعرفوا حاجة نسلم بها، احنا لما نقولوا كلام هذا ماشي معناتها نبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذا، حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو مبنى الدين تاعنا. اللي ما يحبش الرسول ما عنده دين غير يروح يدخل في الجامع ولا يخرج من الاسلام كامل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال بحديث صحيح؟ قال لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. حتى قال له عمر يا رسول الله حتى من انفسنا؟ قال له حتى من انفسنا، حتى من نفسك. ونظر عمر رضي الله عنه قال له حتى من نفسي يا رسول الله؟ قال له حتى من نفسك يا عمر، وضرب له على صدره. قال له نعم يا رسول الله حتى من نفسك. لا يؤمن احدكم، ما يكونش مؤمن. هنا العلماء قالوا لا نفي يعني اما تنفي حقيقه الايمان او تنفي كمال الايمان، يعني ما يكونش مؤمن. الانسان اللي ما يحبش ربي وما يحبش الرسول اكثر من الناس كلهم، اما ما يكونش مؤمن كامل او يكون ناقص الايمان تاعه، لان لا تسجيلات التقوى الاسلامي ولا ما قسموها الى قسمين. قالوا اما هذه لا اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم، هذه اما ان تكون تنفي جميع الايمان، يعني الانسان اللي ما يحبش الرسول ما يشي مؤمن، وبالتالي لا ما يشي مؤمن كافر. وغري قالوا لا يؤمن ولكن ناقص الايمان، ما هيش نفي تمام الإيمان، نفي حقيقة الإيمان، وإنما نفي تمام الإيمان. إحنا لما نتكلم هذا نتكلم من منطلق على أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب فوق حبنا لأنفسنا وفوق حبنا لما نملك، ولكن الحب كما قيده العلماء، الحب حب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعته واتباعه. رب سبحانه بين في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهمنا كيف؟ اللي يبغي ربي يتبعه، واللي تبغي الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه واجتهاده. لذلك ورد كذلك في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. يا الأمة تاعي كامل تدخل الجنة غير اللي ما بغاش. واحد يتعجب يقول كيف هذا؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ ما فيش واحد ما يبغيش، كل الناس يبغوا. حتى الكفار في الآخر يقول لك ليت أنا ندخل غير نشوفوا غير الجنة، قلنا غير شوية ماء وشوية فاكهة من الجنة ناكلوها برك نبردوا على أرواحنا. ولكن هيهات لما يقولهم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كامل تدخل الجنة غير اللي ما بغاش ما حبش يدخل. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ الصحابة سألوا قالوا شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ نبينا لهم شكون اللي ما يبغيش يدخل الجنة وشكون اللي يبغي يدخل الجنة. قال لهم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي يطيعني ويبغيني ويتبعني دخل الجنة، واللي ما بغاش ما طاعنيش وما بغانيش ما يدخلش، أبى ما بغاش يدخل. القضية ماهيش واعرة، سهلة. بعد ما الإنسان يؤدي الفرائض اللي كتب له ربي سبحانه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعه، الطاعة اللي قال عليها الشرعية ماهوش نخلو الشيء اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نروحوا نذبحوا الدجاج ولا نشروا كذا ولا نضووا الشمع ونشروا المحرقات ونحرقوا بعضنا بعض ونعموا أولادنا. قال لك هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا، هذا كذب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: ما ترفعونيش فوق قدري وتطيروا بي في المحبة حتى تديروا لي كما داروا النصارى عيسى كذا كذا كذا، حتى قالوا هو ابن الله، حتى كذا قال، حتى قالوا هو الله نفسه. يلا وزايدين بغاوة 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 حتى وصلوا لدرجة الألوهية. قالوا: بلك تديروا كما داروا النصارى في عيسى، وإنما أنا عبد كما فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم تصفح الأمم وتصفح العثرات اللي عثرت فيها الأمم السابقة، جاي يحذر الأمة تاعو منهم. قالوا: ما تديروش كما النصارى، اتبعوا النصارى. النصارى خلاو التعاليم الصحيحة اللي قالها لهم عيسى عليه السلام، واتخذوا تعاليم من عند أنفسهم. لما تجي عيد الميلاد في جانفي، في أول جانفي عيد الميلاد تاعهم أو 12 جانفي عيد الميلاد تاعهم، تشوف العجب العجاب، عياذ بالله. كان بعض الناس من الدول العربية ومسلمة يشدون الرحال إلى أوروبا حتى يحيون معهم موالدهم واحتفالاتهم. يقول لك كل شيء خالص، شيكولا خالصة، واشرب خالص، واشتي خالص، خالصة وعلى مرة. شفت كيف؟ الناس اللي راحوا قال لك الليلة هذه غدوة من ذاك الصباح يقول لك الحكومة نفسها تحير كيفاش تصلح الشراب وتصلح القرع وتصلح القواطة وتصلح الشيء اللي رموه في الطرق، وليه كاملوا ما يشطحوا ويسكروا. يقول لهم واش هو؟ يقول لك هذا احتفال بعيد سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يحتفل به بالشطيح، بالشراب، بالخمر، حاشا هذا نبي جاب رسالة وخرج باش يخرج بني إسرائيل من الظلمات للنور. كيف يكون يرضى يخلي أمته تحتفل بعيد وهو تحتفل بالشراب؟ وإحنا رايحين ليها. أنا أقول لكم وأنا عن بينة من أمري أن في بعض الدول العربية، لا أحدد، ويعني بلغني عن ناس ثقات أنهم هذا العيد اللي إحنا يعني ما عندناش دراهم نحيوه بالماندرين وبالجاج، وما يحيوه بالويسكي والسكرات والشطحات الترسبة، وهما يقول لك مسلمون. كيف؟ لأن بعضهم يجيبوا مثلا من البوردة ويجيبوا الهمزية ويجيبوا بعض الشيوخ يقرأوا البوردة ويقرأوا كذا، ويلي كامل هما مثلا يشربوا بالشاي ويشربوا بالمشروبات ويغنوا كذا، ويحق الفجر وما يضربوا أبناء عسان نكسروا وناكلوا ونشربوا ونهيصوا، هو ضمن الفجر الناس كلها ضربت أبناء عسان. الفجر يناموا عنه، خلي الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في دروس سابقة لما جاء يموت عائشة رضي الله تعالى عنها، هي اللي رواة الحديث هذا، قالت آخر كلام خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت، هو ينتقل إلى الرفيق الأعلى، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وذبابكم طيعوا الصلاة. لو كان هناك أمر أعظم من الصلاة لكان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينتقل إلى الرفيق الأعلى. ما فيش هناك أعظم حاجة كما الصلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج الأنفاس تاعو الشريفة الأخيرة هو يقول لهم: الصلاة الصلاة، ديروا بالكم على الصلاة. ولما ترحب الصلاة اللي هي فريضة ووصى عليها الرسول، هذا اللي راهم ما يقول لك نحتفلوا به، يضربوها بنعزة. هل يعقل هذا؟ واحد تارك الصلاة ومرض تارك للصلاة والدلال كامل أولاده ما يعلمهم لا صلاة ولا يعرفوا صلاة، لما يلحق المولود يروح يشري داندة ولا يشري جاجة ويذبحها ويشري المكسرات ويشري جميع الأشياء ويشري لهم الشمع وكلهم من عيده بالمولود. وش راك ديك تلعب؟ نوض علم روحك الصلاة، روح زحم خوتك في الجامعة يعلموك، علم مرتك تصلي، علم ولادك يصلوا، وقول لهم هذه سنتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه وصانا على الصلاة، يوم القيامة يشفع بينا لأن تبعناه وطعناه وحبيناه، ما يشفعش بينا لأن ذبحنا كم داندو، والله ما يشفع بينا، وندبحوا الداندو تاع العالم كله وجاج العالم كله، والله ما يشفع بينا. يشفع بينا لما نتبعوا التعاليم تاعو. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة الميعاد اللي بيني وبينكم يا الأمة تاعي هو الحوض الشريف، اللهم أوردنا حوضه إن شاء الله. لما يخرج الناس عطاش يخرجوا مقبور عطشانين، وين يروحوا أو يشربوا؟ يقولوا روحوا الحوض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تشققوا عنه الأرض، أول واحد تنحل عليه الأرض، وأول واحد يخرج يرفع رأسه ويخرج هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح على طول الحوض تاعه ويجلس، حوض تاعه شريف ويجلس.
تجي الأمة تاعه تشرب عطاش آلاف ومئات السنين وهي نايمة في القبور، ناضت خرجت، خرجت تشرب، وهو واقف على حوض الشريف باش يشربهم شربة لا يظمأ، شربة لا يظمأون بعدها أبدا، اللي يشرب شربة ما يزيدش يعطش أبدا. يجلس وينظر للأمة تاعه جاية تشرب ويعرفها. قال الملائكة يذاد قوم عن حوضي، قال بل الملائكة جي حوزوا بعض الناس يقولوا روح ما تشرب، قبعوهم يحوزوهم كما انت لما تدير حوض كبير ويجوا الدبايب تاعك يشربوا، ويجي تعرف ذاك والطبع عليه هذيك الدبيبه ماشي تاع تاع فلان خلي يشربها في دارو ماشي تاع، وهكذا المعزيز. قال الملائكة يبدا يحوزوا بعض الناس يحوزوهم يطردوهم طرد عساسين ما كاش اللي يطلق يعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر يقول الملائكة إنهم أمتي، علاش تحوزوا؟ ماهيش الأمة تاعي هذه؟ أنا ما نعرفهمش، كيفاش يعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش يعرف أمتي؟ أنا نعطيكم كيفاش يعرفهم، باش الإنسان يحافظ واش راه يخدم. قال الأمة تاعي يوم القيامة تجي غرا محجلين من أثار الوضوء. يجوا وجوههم يضووا وكرعيهم يضووا ويديهم يضووا كما 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 يغسلوا كما كل يوم يتوضا. هذه باش تعرف المؤمنين اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم امه محمد من الامم الاخرى اللي ما توضاش. الوضوء سمه الاسلام، ويوم القيامه يكون نور، يكون الوجه يضوي والودين يضووا والرجلين يضووا غرا محجلين من اثار الوضوء. قال لهم هذه الامه تاعي نعرفهم وجوههم يضووا من الوضوء ورجليهم يضووا وبيديهم يضووا، لأن وزيد ناس كانوا يصلوا وجوههم يضووا وطرافهم يضووا من أثر الوضوء، كانوا يصلوا دليل على أنهم مصلين، ولكن مع ذلك يطردون، تطردهم الملائكة ما تخليهمش يشربوا. واش يقول لهم الرسول؟ قال إنهم أمتي، علاش تحوزوا فيهم؟ هذه أمتي جات تشرب خلوها، غر المحجلين من أثر الوضوء. قلوا الملائكة يجاوبوه يرون عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان عنده علم ببعض الغيب اللي علمه ربي سبحانه، ولكن ماشي جميع جزئية الغيب يعرف الأمة تاعو واش راهي دير، اللي علمه ربي يعرف ما علموش ما يعرف. الغيب المطلق لله وحده لا شريك ولا يعرف، أما الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جميع الرسل علمهم ربي يعرفوا ما علموش ما يعرف. هذه باش تعرفوا الغيب المطلق خاص بالله تبارك وتعالى، عالم الغيب المشاهد. إذن يقول له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، هاي المشكلة اللي ما راناش عارفين. قالوا له علاش طردناهم وعلاش حوزناهم؟ لأن ماكش عارف أنت واش داروا موراك. لما أنت انتقلت للرفيق الأعلى غيروا وبدلوا، اتخذوا طرق، اتخذوا سبل، اتخذوا مواسم، اتخذوا أعياد، اتخذوا بدع، جابوا ضلالات، إذن جابوا حاجة جديدة، خلاوا الطريقة اللي خدمتها لهم وسكمتها لهم وعبدتها لهم وراحوا طرق واحدة أخرى، خلاوا الطريق اللي روتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها اللي قالت تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى خلى الأمة تاعه على محجة بيضاء، على طريق بيضاء ليلها كنهارها، كل نهار كل ليل، كل يوم تضوي الطريق، ما يضيع وما يهرب وما يبعد عليها غير اللي يبغى يهلك روحه. أما اللي يبغى الاستقامة ما يقولكش خلاص ظلامت ما نشوفش، الطريق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ضاوية في كل وقت في الليل في النهار، غير اللي هرب عليها عرف اللي هالك وهلك. تسجيلات التقوى الإسلامية. إذا قال له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماكش عارف يا محمد واش داروا بعدك، راهم ابتدعوا واتخذوا أشياء لم تشرعها. واش يقول لهم؟ باش تشوفوا يا إخواني الإنسان اللي راه كاش ما عنده يصفي حسابه في الدنيا قبل الآخر، والله ما كاش لعب عند ربي يوم القيامة، والله غير الحساب عن النقير والقطمير،
ما كاش ما عليش ولا اسمح لي ولا نبدل ولا مره ما نزيدش ما نزيدش ولا اسمح لي. والله ما كاين هذا اللي راه غلط يصفي حسابه ومازال عنده وقت باش يبدل الطريق وباش يتخذ الطريق الصحيح، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابه الكرام. واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش رايك يقول لهم سمحوا لهم ما يزيدوا غلطوا بعد عليهم بزاف نساو؟ قال فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، يعني كما تقول انتم بالعامية روحوا الله لا يردكم، بعدتوا على طريقي وحايدتوا عليا روحوا الله لا يردكم. ماشي مصيبة هذه في الوقت اللي عندك حبل واحد تبغى تعلق فيه يجي يقطعوه باش تعلق باش تشد الحبل الوحيد اللي هو الإنسان. جاء الرسول شافه يقول لهم حايدوا عليا ما نحتاجوش، ما مشاش على طريق اللي خليتوا عليها ووصيتوا عليها، عقدوا عليها بالنواجذ، طير عليها بسنانك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة، طير عليها بسنانك بما تضيعش، خليتها وبغيت يشفع فيك وبغيت تشرب من حوضه وبغيت ينجيك. قال لك لا بوعدا بوعدا حوزوا عليها ما نحتاجهمش، أنا ما نحتاج غير المؤمنين اللي يجلسوا على طريقي هكا وماتوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذو اللي يشربوا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمعون بعدها أبدا، ثم تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأخرين لا، يحوزهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يحوزهم الملائكة هم الأولين، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعتذرش، ما يقولهمش اسمحوا لهم، يقولهم بعدا بعدا. ما دام أنا بلغت وفهمتكم ووريت لكم في حجة الوداع لما قال الصحابة الكرام اللي معروف أنهم حضروا ما يزيد على 120,000 صحابة في حجة الوداع، ما فيش صحابي ما فيش واحد قادر في المدينة ولا في مكة ولا في ضواحي الجزيرة العربية قادر على الحج وما حج في حجة الوداع، كلهم حجوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس فليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي راه حاضر يبلغ اللي غايب، يعني اللي راه جاي بعده. ورحمة ربي إنه كرمنا ربي بهؤلاء الصحابة اللي بلغونا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرأ القرآن صح، القرآن ما تنجمش تقرأه وتفسر وحدك، القرآن لابد أحاديث لابد أقوال الصحابة لابد علم كبير باش تنجم تفهمه وحدك. لذلك قال لهم فليبلغ الشاهد منكم الغايب، اللي راه حاضر يبلغ الغايب. وبعدين قال لهم أيها الناس، وقال لهم هناك خطبة عظيمة أطول خطبة في الإسلام هي خطبة الوداع حجة الوداع. قال لهم أيها الناس إنكم سائلون عني فما أنتم قائلون، يوم القيامة يسألكم ربي عليا واش تقولوا، وإحنا يسألنا ثاني واش نقول، وإحنا مش عارفين كذابين إلا قد ما نشاء رانا عارفين كل شيء. قالوا يا رسول الله نقول إنك بلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاد، نقولوا باللي راك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة تاعك وجاهدت في الله حق جهاده. فرفع أصبعه الشريف إلى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. قالوا يا رب اشهد. ما كاش اللعب عند ربي سبحانه، يعني شهدوا باللي راني خليتكم الطريق مستقيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الشريفة بإجماع المفسرين إنها نزلت في عرفات في يوم جمعة في نهار عرفة، لما جاء ذاك اليهودي لابن عباس قالوا والله قالوا أيها المسلمون نزلت عليكم آية لو نزلت علينا نحن أهل الكتاب لاتخذنا فيها عيدا. قالوا أنتم المسلمين نزلت عليكم واحد الآية، لو كان نزلت علينا احنا اهل الكتاب يعني احنا اليهود، لو كان نزلت علينا قالوا نديروا في النهار هذا نديروا عيد ونعيدوا كل عام. قالوا ابن عباس ما هي اليهودية؟ قالوا اليوم اكملت لكم دينكم. قالوا هذه تهدر على هذه؟ قالوا انت بغيت تدير عيد؟ قالوا احنا فيها زوج عياد. قالوا نزلت في عرفة وهي عيد، نزلت يوم الجمعة وهي عيد. قالوا انت بغيت تدير عيد؟ احنا ديرنا فيها زوج عياد، يلا روح. فاذ اذن هذه الايه العظيمه اللي يقول لك ربي سبحانه وراني كملت لكم دينكم، وبعد الكمال كما يقول العلماء بعد الكمال ياتي النقص.
أي حاجة تغزيدها للكمال فهي نقص وليست بكمال. لذلك خلي الكمال هكذا، ربي كمله خليه هكذا. شوف أي أمر يتخدم بالإسلام هل يدخل تحت قوله تعالى، هل يدخل تحت الكتاب والسنة ولا ما يدخلش؟ هل هذا الشيء قال به ربي؟ هل هذا الشيء داره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الشيء داره الصحابة؟ كذا قال خلص داروه نديروا، ما داروش بغض النظر يقولون تكرهوا الرسول ولا ما تحبوش ولا كذا. قال لا، نحن ما نفعلش إلا الحاجات اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا، نحن ما نفعلش إلا الحاجات اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا دار الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد بتاعه نحتفل، وبعدين احنا إلا بغينا نحتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما راهم يحتفلوا هذا الناس هذا بجميع الدول العربية، يحتفلوا بالزرناجية ولا يحتفلوا كل يعني مجتمع كيفاش. حتى أنا قلت لكم بعض الأغنياء، ويعني ماشي يعني نتكلمكم عن ثقة، والله يحيون عيد المولد هذا، يحيوه بالشراب وبالرقص حتى الصباح كي لحق الفجر يضربوا بنفسك. لأن أنا قلت لكم البدعة في السابق، قلت لكم البدعة ليس لها ضابط، البدعة ما تنضبطش ما توقفش عند حد. البدعة واش فيها واش فيها، ونروحوا في واش فيها وتخلى في واش، الدنيا كلها تخرب كلمة واش فيها. لأن البدعة ما تحبسش، كل واحد يدير يقول واش فيها، والثاني واش فيها، والثالث واش فيها، وتروح في واش فيها. لذلك البدعة صراحة كرهها والشرع حرمها، بالاخص البدع تاع الدين. ما واحد بغى يبدع في حياته ولا يخدم امور في الدنيا تاعه ولا يدير في حوانته ولا في داره ولا سيارته، يبدع على ربه ما عندنا غرض فيه، وانما البدع الشرعيه. لان البدع اذا حدثت في الاسلام تقتل السنن وتقتل الشرائع. البدع اذا دخلت في الاسلام تقتل السنه، واذا حيينا السنه تموت البدعه. هذا هو المعروف. احنا قلنا نشوفوا الشيء هذا اللي داروا الرسول صلى الله عليه وسلم، داروا الصحابه الكرام، بغض النظر الناس بغات تدير خلي تدير ما يهمناش فيها. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحب تاعنا له ماهوش في الحرقات ولا في الشمع ولا في الجاج ولا في المندارين ولا كذا. لنفرض واحد يفهم ولا واحد يقرا النهار هذا مثلا تاع المولد تاع 12 مثلا من ربيع الثاني، عنده وليداته ولا عنده جماعته، ولا يقول هذا اليوم هذا تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول ها هو كيفاش ربي سبحانه بعثه وعلاش بعثه، وبعدين واش له علاقه بينا واش لنا علاقه به وين نتلاقاو به واش يدير لنا وهكذا. هذا الرسول ما هو سهل. كلمه نتكلموا كلمه الرسول هذه راهي ما هي سهله. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم، هذا ننسوا ديننا وننسوا انفسنا وننسوا كل شيء الا الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ربه ورسوله خصناش ننساوهم. لان يلحق الواحد الوقت اللي مك اقرب الناس اليك وانت وليدها تعرف منك، المرا تاعك عاشت معك 50 و40 سنة وهي تاكل من غنتك تعرف منك، ولدك اللي ربيته حتى والله راجل وياكل من غنتك وخليت له الثروه تاعك كامل خليتها له يعرف منك، واش تلقى في ذاك الوقت؟ تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب على صدره الشريف يقول انا لها انا لها انا للشفاعة انا للشفاعة. ما هو سهل هذا الرجل هذا، كيف علاقتنا به؟ يلزمنا نكونوا كل يوم على اتصال به. الواحد اللي يقول لك نحتفلوا به، احنا الرسول احنا الاحتفال، وشنو الاحتفال؟ الاحتفال يا اخواني واحد زعيم ولا كذا نستناو اقل من وصل مثلا الميعاد نتاع الاحتفال تاعو. إنسان ينساه كامل، كل خلق لك اليوم مثلا تولد فلان ولا ما تولد على نحتفلوا، فاش نتذكروه؟ احنا والله لو كان نبغوا حقيقة الاحتفال بالرسول كما راهم يحتفلوا هؤلاء الناس، والله يا إخواني الكرام والله يسيئون إلى الرسول ولا يحسنون إليه. أنا أقول لكم كيفاش يسيئون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتفال هذا معناته الذكرى بعد النسيان، يعني أنك تتذكر واحد بعد ما نسيته. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم تنسى كل يوم، حي في قلوبنا كل يوم، الله اكبر تسمع الاذان اشهد ان محمد رسول الله 5 مرات نتاع الاذان، 5 مرات نتاع الاقامه احسبها اضربها في كذا شحال، 25 مرة نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الاذان وفي الاقامه وفي الصلوات. السلام عليك يا ايها النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل وقت
أقل واحد اللي يصلي مثلا الفرائض ويصلي السنن أقل شيء يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 مرة في النهار. مش عظمة هذه؟ متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم منسي حتى ندير له الذكرى ونحيوه؟ حاجة لله. وإذا درنا هذا الشيء هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا لله، يكون مثل الزعماء هذا، مثل ليلين وستالين وفلان 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 والزعماء كيف قال لك ندير لهم المولد وما ذلك الذكرى تاعهم. لا، ما احنا رسول حي حي ما يموت، ننسى انفسنا، ننسى اولادنا، ننسى تجارتنا، ننسى كل شيء الا رب ورسول ما ننسى والو، علاش نعيدوا عليه؟ وكي نعيدوا عليه نعيدوا عليه بالمحيطات ولا بالجماع. بعد المولد تروح للسبيطار تشوف الاولاد كلها عيونها تسيل وكلها ما ادري كم ولد يروح في جميع الجزائر في جميع البلاد العربيه، كم ولد يروح ضحيه تاع الشميعات تاع المحارق تاع كذا. علاه؟ هذا العين اللي ربي سبحانه وتعالى جارحه تحافظ عليها وتحافظ عليها وتقرا بها القران وتشوف بها رؤيه الله تبعد رؤيه الله يوم القيامه وتشوف بها الشيء اللي ربي سبحانه خلقه في الوجود، يروح تروح تشري لولدك المحيطه يعني يروحوا فيها ويوم القيامه ستسال. وكما قلت لكم يوم القيامة ما نجيبوش نقول يا رسول الله رانا ذبحنا بزاف الجاج وذبحنا بلانتو بزاف ودرنا الشماع بزاف، اشفع فينا. والله ما يشفع فينا. إذا كان يشفع فينا بالطريقة هذه كان سيدنا عيسى يشفع في النصارى بالطريقة تاع الريفيون اللي يديروها في باريس وفي جميع أنحاء العالم، يشفع فيهم يصبحوا شوارع باريس كلها قرع تاع الشراب. أنا قلت لكم حافظوا على سنتي، حافظوا على سنة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين الذين جاءوا من بعدي يهدونكم الى 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 سواء السبيل. هذه اللي قلت لكم انا عليها، انا ما قلت لكم حتى حاجه اخرى، واي حاجه جبتوها من عندكم انا ماشي مقبول. لذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره انه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث راه مهم. كل واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يخدم خدمة أنا ما أمرتوش بها راهي مردودة عليه مضروبة على وجهه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يخدم خدمة وأنا ما أمرتوش بها راهي مردودة عليه ولو يخسر من الله يعني. يروح كما يقول المصريين بستين داهم ما عندناش بعض أحسن الله يرى من أين. المهم الشرع. واحد يقول لك لا أنا ما عملتش يا سيدي، أنا يدار الأولين درناها جدودنا خلوها فينا أنا دفعناها. كاين حديث واحد آخر، أنت اللي يعمل وأنت اللي غير اللي يبتدع واللي يعمل. من عمل عملا هذا اللي يبدع. تسجيلات التقوى الإسلامية. والحديث الثاني يقول لك كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل حاجة تنخدم تخدمها أنت ولا وروها لي، سواء خدمتها أنت بدعتها مردودة عليك، ما عمش بها مصرصر مردودة عليك. اتخذتها مثلا سنة من عند الناس الأولين وما قاش عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاش عليها ربي سبحانه وما دروش الصحابة الكرام مردودة عليك، ما يحتاجهاش ربي سبحانه. من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل خدمة ما أمرش بها قال الرسول صلى الله عليه وسلم راهي مردودة عليك. والله تتعب ماذا تتعب؟ ما يقبلش منك ربي سبحانه. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بغينا مثلا نفرح به ونحتفل به وكذا نوروا لولادنا مثلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش تولد وكيفاش امتحي وكيفاش تعب وكيفاش هجر وكيفاش قاس على هذه الأمة هذه، وغدوة يوم القيامة كيفاش يلاقينا وكيفاش يفرح بينا إذا تبعنا السنة تاعو وتبعنا طريقه وكيفاش يشفع فينا وكيفاش يتردد بين ربي سبحانه وبين جهنم حتى يخرج كامل الأمة تاعو. لكن هكذا اللي خصنا نعلم أولادنا ونفهم أولادنا باش يرتبطوا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما راهم المسيحيين وكما راهم المبتدعة يعلقوا أولادهم بحاجات أنهم يدير له مثلا الحلوى ويدير له كذا ويخبيها له الصباح كي ينوض يلقى الولد مثلا عنده الحلوى وعنده القراوج وعنده كذا وعنده أشياء، يقول بابا شكون جابهم لي؟ يقول سيدنا عيسى جابهم لك، ويكذب عليه. يفرح الولد ويحب سيدنا عيسى اللي جاب له القراوج. احنا ما نكذبوش عليهم، ما نجيبلهمش القراوج ونكذبوا عليهم ونقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم راه في البرزخ. ما نكلموش نقول جو جاب لهم القراوي، وإنما نقول لهم هذو كيفاش لما تتعلقوا فيه ولما تبغوه ولما تحبوه ولما كذا يوم القيامة أنا باباك وهذه أمك تهرب عليه، أنت
خرجت الرسول صلى الله عليه وسلم من الجبل خرجت إلى كنت تبع طريقه في الوقت اللي حتى واحد ما يسلكك ما فيش السلاف لما كنت أقولكم في الدرس اللي سبقت على الجمعة حتى واحد كل واحد يقول لك نفسي نفسي حتى كما قتلوا من عائشة رضي الله عنها لما قتلوا رسول الله كيف احنا زنان نسوي رجال متخلطين كيف اش هذا مصيبة كبيرة لا أزال هذا يا أخي نبقوا نسام عرين يتفرضوا عنا رجال قال لها الأمر أكبر من ذلك يا عائشة الأمر كبير ماشي هذا بقى واحد يتفرج ولا ما يتفرج لا لا تبهمه وش عنده ما يتفرج مو عارف لا رجل قدامه ولا امرأة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد عنده حاجة لا تستطيع عنده رحاية وبلغت القلوب الحناجر القلوب تاعنا تلحق حتى قرصتنا باش تخرج تشوف الولدان شيبا الدراري يعني يخرجوا من القبور يخرجوا يشوفوا الهول يشيبوا قال واحد يتفرج في المرأة ولا في الراجل في ذاك الوقت حتى واحد لا حوص عليه شكون يحوص عليه؟ يحوص عليك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى ما دي لما زال وقت نكملوه ولا في حديث الشفاعة العظمى نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله ممن يتنالهم الشفاعة العظمى إن شاء الله لما يتلموا الناس في صعيد واحد أولهم وآخرهم وعيسهم وجنهم كلهم يتلموا يتلموا في أرض صعيد لم يعصى عليها جبار قط يتلموا في أرض رب سبحانه يخلقها جديدة ما تعصاش عليها رب جديدة مقيمة يتلموا كلهم الأولين والآخرين والإنس والجن كلهم يتلموا ويبدا كما قال ربك انهم جراد منتشر لو بحال بحر يعموا في بعض كل واحد يفطر في نفسه بقى. لما يجلسوا مجلسا طويلا يجلسوا على مجلس طويل يقول لهم يلا نروحوا للانبياء هؤلاء الذين كانوا هم الواسطة بيننا وبين ربي سبحانه هم لعلهم يروحوا يشفعون عند ربي ينزل لفصل القضاء ينزل غير يحاسبنا فرق وروح كل واحد يروح يا الجنية والنار ما ريحوش حق ضرر الشمس فوق رؤوس العباد أمر مهول جدا يقول يلا روحوا لأبوكم آدم يروحوا سيدنا آدم يا آدم يا أبو البشر اشفع لنا إلى الله ينزل لفصل القضاء قال الله أنا عصيت الله وأن الله تبارك وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله أبدا قال لهم ربي سبحانه اليوم رأى غاضب واحد الغضبة لا غضب كما هي لا بعدها ولا قبلها ما نقدرش معه ولا هو ولكن إيتوا رجلا جاء بعدي دعا إلى الله طويلا وهو نوح 950 سنة ويا قوم يا قوم يا قوم في روح سنين يا سيدنا نوح اشفع لنا الى الله ينزل لفصل القضاء يقول لهم لا ان الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله ابدا وانني كانت لي دعوه مدخره فدعوت بها على قومي ربي لا تظهر على الكافر على الارض من الكافرين ديارا ما تخلي حتى واحد اهلكم كافر وفعلا اهلكم قال الدعوه اللي كنت دارسها دعيتها القوم الداعي غرقهم ربي ولكن ايتوا ابراهيم رجل رب الله تبارك وتعالى قد أنقذه من النار ثم يروح سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول له يعتذر باش يعتذر يعني يقول لهم أنا استحيت من ربي سبحانه لأن كذبت عليه ثلاث كذبات كما قال شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري أطال الله عمره في خدمة الإسلام والمسلمين قال هذه الكذبات اللي كذبهم أحسن من الصدق تاعنا احنا الكذبات اللي كتبهم سيدنا ابراهيم احسن من الصدق تاع المؤمنين فينا احنا وشنو من الكذبات هذه ثلاثة لما جاب مرضها سارة من الشام الى مصر لما دخل حدود مصر كان هناك جبار من الجبابرة فرعون من فراعنة مصر اي واحد يدخل معاه امرأة وتكون مرته يديها له لما دخل هو راحوا للعمال تاعو قالوا له راه دخل رجل وسيم شيخ كبير معه جارية شابة من الجمال بمكة قالوا جيبوهم جابوا سيدنا ابراهيم مع المرأة تاعو مع سارة قالوا هديك المرأة هذه قالوا اختي ويقصد سيدنا ابراهيم اختي في الاسلام اختي في الاسلام مو مولي هذول صحيح كبير ديرها مش كبير ديرها هو ديرها صنم صنم جادف جادف على قلوا الفاش رقبته ورا
كذبة ذاتها. يعتذر بها سيدنا إبراهيم من الأدب بتاعه ومن التأدب بتاعه مع الله تبارك وتعالى، من غشره واستحيا باش يقابل ربي على كذب، على صدق ماشي على كذب. الكذبة الثالثة لما قالوا له فرش تعيد معنا، كان عندهم عيد بتاع الشرك وفيه من الكفر ما فيه، وقالوا له روح تعيد معنا، قال لهم إني سقيم راني مريض منجيش، وما يقصدش المرض الجسدي وإنما المرض العقلي، راني مريض من خدمتك وانتم وعد بالله، راني مريض من العقلية تاعكم كايرك ومن خدمتك، راني مريض تعبان منك. كيف؟ مريض يعني مخلاقكم بعائلكم وشرككم ما نخبرش معكم. هذه هي الكذبات الثلاثة التي اعتذر بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولكن يقول لهم إيتوا موسى عليه السلام، يروحوا سيدنا موسى يقول لهم لا أنا قتلت نفسا فأستحي من الله أن أقف أمامه، ولكن إيتوا عيسى رجل الله تبارك وتعالى خلقه بكلمته فقال له كن فكان. لما يروح سيدنا عيسى يقول لك لم يعتذر بمعصية أبدا، ما قال لهم هذا الوجه يعني يسكت، يقول لا أنا ما نشبعش. وفي رواية أخرى يقول فإنني أستحي من الله لأن النصارى قد عبدتني. مرة سكت وقال ما نشبعش، ومرة روح محمد جاء بعدي، ومرة قال لهم لا أنا نستحي من ربي رغم النصارى عبدوني، كيفاش أنايا الآن نقف أمام الله تبارك وتعالى والنصارى عبدوني واتخذوني إله وخلوا الرب تبارك وتعالى. وفعلا النصارى تركوا الله الواحد القهار وعبدوا عيسى. لما تروح الصربان نتاعو نتاع يمه في كل مكان، في روما ولا في فرنسا ولا الدول الكافره المسيحيه كلها، حتى في بيته قرعه تاع الشراب من والصليب من عبدوا عيسى. لما نستحي من ربي عبدوني النصارى كيف نلاقي ربي؟ ولكن ايدوا محمد. لما يجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ترددنا بين آدم وبين نوح وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وكلهم هذا يدفعنا إلى هذا حتى جئنا، واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا باش نفهمكم هذا الرجل العظيم ما علاقتنا به، هل بحال والدينا ولا بحال حاجة اللي ما تصورهاش العقل كامل؟ واش من والدين ولا أموال؟ لما يروح عليك أموال يبقى لك هو بقى والله تبارك وتعالى، هذا اللي يسلكوا. يقول لهم أنا لها أنا لها أنا لها الشيء ريحوا. قال فأذهب فأسجد تحت العرش سجودا طويلا. قال روح نسجد تحت العرش تعرف سجود طويل. قال فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم أكن أحمده بها قط. فيشوف العظم تعرف سبحانه تعالى الرسول. يقول لهم ربي سبحانه يقذف فيا واحد التحميد وواحد التسبيح عمري ما سبحت. مش تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم تقراوا مثلا الكتب نتاع الاذكار، تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يسبح ربي وكيفاش كان يقول ربي، تتعجبوا الوان واشكال مختلفه نتاع التسبيح. مع ذلك يقول لك يزيد ربي يوريني واحد التسبيح عمري ما سبحت. قال نسبح بهذا التسبيح. فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم أكن أحمده بها فأحمده بها، فأنادى من قبل العرش أن يا محمد ارفع رأسك سل تعطى تكلم تسمع اشفع تشفع. ها العظم ما ينفعش فيها المولد ولا الكوكا ولا الشمع ولا النهار. يسلم الرسول بعد دين أكثر كما قال ما ينفعش البدع تعمر كالشك والسلك، راي فيها خدمة. يقول له يا محمد ارفع راسك تكلم تسمع اشفع تشفع سل تعطى اسأل نعطيك. يقول له يا رب تنزل لفصل القضاء بين الخلائق،
يقول له تنزل باش تفصل القضاء بين الخلائق. هذه اللي يقولها العلماء الشفاعة العظمى اللي قال عليها ربي سبحانه في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده فيه جميع البشرية، مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم ويهوديهم وماجسيهم ونصرانيهم، جميع الملل تحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لو ماشي سبابه هو كان ربي سبحانه يخلينا هنا الشمس تحرق فينا وحنا غاقين الى ما لا نهايه. هذا هو المقام المحمود. فاش ربي سبحانه ينزل ويفصل القضاء بين الخلائق، هذه نوع من انواع الشفاعه اللي يعني العلماء جزاهم الله خير، علماء التوحيد وعلماء العقائد، قسموا شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم الى خمسه اقسام. هذه الشفاعه العظمى تسجيلات التقوى الاسلاميه كلها تحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واش نتحمد؟ يعني تشكر، تقول جزاه الله خير. لو كان ماشي هو كان ربي سبحانه ما جاش وما سمعناش، وحتى واحد ما بغى يهضر مع ربي سبحانه غير هو. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده به جميع الخلائق. إذا نرجع، وش يسلكها؟ يسلكها العمل يا إخوان، العمل على منهاج الله، منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال البيرو: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي يخدم كما قتله هذا كان أطاعني ودخل الجنة، واللي ما بغاشي ما طاعنيش وما تبعنيش ما يدخلش الجنة. كيف؟ لأن الأشياء اللي ربي سبحانه شرعها لنا والرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا يلزم نديروها كما قالوا. كيف؟ ما هيش كما قاتلنا أنفسنا، كما تبغي تبني دارك ولا تسكن سيارتك كما بغيت أنت، هذه أشياء تخصك أنت، أما أشياء تتعلق بالدين والله ما فيها إلا قال الله وقال رسوله، وإنا مضروبة على وجه صاحبها ما هيش مقبولة. احنا رانا نشوفوا غير في الدنيا هذه واحد يبغي يصمم عماره باش يبني ويجيب له اوراق يقول له هاك هاي الاوراق، هاي الفلوس، هاي السلعه، هاي كذا، هاك بني لي الدار. يروح يضرب دوره ويجي يلقى هذاك الورقه هذيك لمها ودار تحت الكرسي ولا لاحها في الارشيف وراه يخدم له دار من راسه. واش رايك؟ يقول له ما عنديش استر الدراري واسكن. ما يسكن ولا اسمع، انا المخطط هذا راني خسرت عليه من نايل، ورحت لباريس ورحت لفرنسا ورحت كذا وشفت واحد الشاطئ كبير وهناك قصر كبير باش خططته وباش كذا، تعبت وجبته لك باش تقول لي هذا غير هو اسكن معه، كسر هذا الشيء كله وبني لي كيما نبغي انا. هذه في الدنيا تبغي انت واحد تعطيه مخطط يبني لك من راسه ويخليك مخطط، ولا تجيب له قطعه غيار جديده للسياره تقول ركب لي القطعه هذا ويروح هو يغسل لك واحد اخر يقول لك ما عليش باش مازال صحاب ماشي شغلك، انا جبت لك تخدم لي جديد تخدم لي جديد مش شغل. الا كنا احنا البشر ما نرضاوش واحد نعطوا له تعاليم ويخالف رب البشر، يعني هكذا ربي سبحانه يعني غير خلاص غير رون وربي غفور رحيم راه يقبل. والله ما يقبل يا اخي، والله ما يقبل الا كما ربي سبحانه يقول في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني العبادة تقتضي فيها الإخلاص وتقتضي فيها الفعل على مقتضى الأمر. إذا ما كانتش الخدمة كما أمر ربي سبحانه وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما هي مقبولة. الرسول صلى الله عليه وسلم باش يجلس يتوضأ ويقول لهم توضأوا كما كوضوء هذا، وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم باش تجي تترون ربي يقبل. ما لناش قال هذا، إذا لناش توضأ قدام لا ولا صلى قدام لا ولا حج، كل واحد يرون ربي يقبل. لا والله، يقبل ربي سبحانه على حساب الأمر كما أمر كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن إذا كان عيدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم واحتفلنا به وقلنا نبغوه وشرينا هذا الشيء هذا وطوينا الديار بالشمع وشرينا المحارق، والله غير مردود علينا، والمصروف هذاك ربي ما يخلفوش ونتحاسبوا عليه يوم القيامة. يدخل المصروف هذاك مع الدخان ومع الشمع ومع الشراب ومع كل شيء، إنها كلها بدع وكلها غير مقبولة.
لعلني قد بينت. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يرينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها، ويجعلنا إن شاء الله ممن يريد حوضه وممن إن شاء الله تناله الشفاعة العظمى إن شاء الله. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0-219-6-5-4-3-6. سيدي بالعباس، هاتف 0-4-8-5-4-6-4-3-0. ناسوخ 0-4-8-5-4-2-5-6-5.